انطلق مشروع الروائع الشامخة عام 2013 بفكرة تقليدية لا تختلف عن نظيراتها من الأفكار ذات الصلة بحضائر التدشين. فطريقة بناء المشروع في بدايته غلب عليها طابع البدائية والأساليب التقليدية في إدارة المشروع وفي بيئته بصورة عامة. وكانت النقلة النوعية في تطوير المشروع عندما بادرت صاحبة المشروع علياء النبهانية بالتسجيل في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لتنافس بمشروعها في برنامج الدعم المباشر لعام 2015، والذي كان مشروعا ما له من الأثر المجتمعي رغم بدائية الأساليب التقليدية التي يتبعها المشروع في نظام حظيرة الدواجن. وبجهود رائدة الأعمال علياء النبهانية تمكنت من استثمار الخدمات التي يقدمها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في تطوير المشروع وفي توسعة خطوط إنتاجه، حيث انطلق المشروع بعد الفوز ببرنامج الدعم المباشر بحظيرة ذات مواصفات عالية الجودة والإنتاج، وتم افتتاح الحظيرة الأولى المثالية في يناير 2017. الروائع الشامخة للدواجن من المشاريع اللي يفتخر فيها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لما لمسناه من جدية وعزيمة من صاحبتها عالية النبهانية في تطوير المشروع اللي كان في بداياته حوالي ينتج 4500 دجاجة في الدورة الواحدة بمعدل 2250 للشهر. ومن بعد الانضمام لبرنامج دعم المباشر في دورتها الثالثة في سنة 2015 والتوسعة الأولى، تم رفع مستوى الإنتاج إلى ما يقارب 10,000 دجاجة في الدورة الواحدة بمعدل 5,000 في الشهر. واليوم طبعاً من بعد افتتاح التوسعة الثانية بتمويل من صندوق الرفض، من المؤمل أن يرتفع الإنتاج إلى 24,000 دجاجة للدورة بمعدل 14,000 دجاجة للشهر، وكل هاي طبعا بالمحافظة على تكاليف التشغيلية في مستوياتها المتدنية، مما سيزيد نسبة العائدات بمقدار 180% بإذن الله. وفي إطار دعم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، جاء تدشين الهوية التجارية للمؤسسة ضمن الاستراتيجية التسويقية لتطوير مكانتها في السوق المحلي وجعلها من المشاريع الرائدة في مجال تربية الدواجن على مستوى الولاية وخارجها. وتم تصميمها من خلال التعاون الوثيق بين مستشاري مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة ورائدة الأعمال علياء النبهانية. حقيقة صندوق الرفض يسعى دائما إلى تطوير الخدمات وتطوير الدعم المقدم لرواد الأعمال، وتم استحداث طبعا مؤخرا دعم خاص لتمكين المرأة، فتم إصدار برنامج متخصص لدعم المرأة الريفية. ومن التسهيلات طبعا التي تضمنها هذا الدعم أتعاب إدارية لا تتجاوز 0.5%، وطبعا هناك فرصة للمرأة الريفية والمرأة بشكل عام لدخول مثل هذه المشاريع المجدية والاستفادة من الدعم المقدم. حاليا طبعا الدعم في حدود اللي هو 20,000 ريال عماني، ولكن لا يمنع طبعا ان فيما بعد تعزيز مثل هذه المشاريع مستقبلا لمن ترغب في تطوير مشروعها. والحمد لله يعني في استفاد عدد من الأخوات في محافظة داخلية من ضمن هذا المشروع.
جاءتني فكرة توسعه المشروع، ذلك بسبب زيادة الطلب للمنتج ولسد احتياجات السوق. فالحمد لله تطور مشروعي بتقنيات حديثة ومستخدمة في حظيرة الدواجن، مثل نظام الشرب والتهوية والبناء ونظام الحرارة ونظام الكهرباء المستخدمة في الحظيرة. ونظام السقي هو عبارة عن 4 خطوط، ويساعد أيضا في تقليل استهلاك المياه. عملت في الحظيرة 5 مراوح مع نظام التدفئة الحديث، وذلك يساعد على توفير بيئة مناسبة لتربية الدواجن. ساندويتش بانل هو صديق للبيئة، يساعد في تقليل درجات الحرارة داخل الحظيرة، وأيضا يساعد في تقليل انبعاثات الروائح من الدواجن. شكرا لكل من ساهم في نجاحي وساعدني هداية من أسرتي وأهلي، وشكرا لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة ولصندوق الرفد على دعمه الوطني المميز للمشاريع الصغيرة.